السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ولأنه قصور الحياة ومنهجها القرآن الكريم، أول ما نفتتح به مهرجان الآثار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم. وطني وصورتك البهية لم تزل أحلى الصور، فلنقف جميعا لأداء النشيد الوطني.